هي أول مرة الجميع بيفوتوا على بيتنا، خطبة هاي. رح يعجبها مو. أنت ما معك خبر إنه اليوم غادة عم تخطب؟ كيف يعني؟ طب رح تكون مقصبة، مكشرة، زعلانة، شو؟ مين؟ أمي؟ أعوذ بالله. وصلوا. الشاب اللي جاي يخطب غادة سوري. شو؟ اسم الله، أنت أحلى من الصور، قرب لبوسك. شلونك خالة؟ إن شاء الله ما في شيء. أنا من هون ماني متحركة، يرجعوا من مطرح ما إجوا. أبداً. خلص، كبيهم برا، كلهم لمصلحتها أختي. مروان؟ يعني كان في بيناتهم علاقة بابا؟ أكيد، هدول هن البنات اللبنانيات. مش رح ياخذك الصورة. في ظلال الياسمين. ملك القدود هيدا. لا ملك القدود ولا غيره بنسيني. طول بالعرض السخيف تبعك؟ ما عاد في احلى جزء. سامر! يمكن يلي مرقوا بعمري قطعوا صدفي. انت حبيتي اكثر من الكل. يمكن هيدا هو قدري ولازم كفي. والله بحبك. ما تخافي، هذا فريق العيد. بابا سامر الخاتم ما عم لاقي.